Ah, pardon. Not in my fucking. We're gonna get shot. Anna, Safuri. كل ما نبني عش تنخربونا اياه، كل ما نبني بيت تنهدمونا اياه، كل ما نخلف ولد قتلونا اياه. شو ظل لنا؟ شو ظل؟ قتلوا الامل، قتلوا زهرة الحب اللي بقلبنا. شو ذنب العمارات هاي؟ شو ذنب؟ شو ذنب الولد اللي مات؟ لسه من طول شهداء من تحت الانقاض لسه، وبقول لك جاي اللجنة. ليش قرارات العالم كلها بتطبق علينا بس على اسرائيل؟ لا يا عالم، وينك يا الله؟ استغفر الله العظيم يا رب. حبيتي هاي ارض ندور فيها، نزحنا اول مره اهلنا، نزحوا ابوتنا اول مره، نزحنا ثاني مره، مره ثالثه ننزح يعني. وين نروح؟ حقيقه انا ما بدي اروح. يمكن ابوي ما تعلمش من سيدي، وسيدي ما تعلمش من سيده اللي قبليه، من ابوه اللي قبليه، بس لا انا حطينا احنا جيلنا جديد، حطينا حد يتعلم اولادنا مش احنا، انه ما فيش مجال للنزوع اكثر من هيك بكفي يعني. النزوع المفروض النزوع يكون عكسي مش بالتراد لقدام النزوع ضله. لا هالمره احنا نفكر يكون نزوع عكسي بكفي خلص. عاد تلت نكبات يعني اربع نكبات لو انت مخيم. والله ببيع حياتي عشانه مخيم، كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا، حياتنا، كل إشي إلنا يعني، عشان يضل شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة أو شخص بعيط لابنه، لا عداره، لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص بالمخيم، ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا. هدوه، صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد، ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين. ثمان أيام هم قصف بر جو، دبابات تضرب والطيارات تضرب والقنيصة يضرب، الكل يضرب. لو في بحر وانا كان جابوا بحرية وضربوا، بس ربك حميد ما فيش بحر يضرب. واخر ما وصلت معاهم جابوا ثلاث كتائب، تغيرت اللواء على المخيم ثلاث مرات، ثلاث قوات تغيروا. اجا مفاز ومعاه وزير الدفاع، وزير الدفاع تبعه
فانا حميت المعركة وهدم الدور على رؤوس الناس بالجرافات. الطيارات ما عملت شيء، بكت تقصف لأنها تقصف بالطوابق الثانية وتحرك، بس الجرافات اللي جرفت كل الناس، كل الناس جرفتها. وين نايم؟ أنا نايم بالليل، قاموا الساعة 12 بالليل صاروا ينادوا بالسماعات إنه الكل على المدرسة. أنا لبست أوعي وطلعت بأثناء طريقي وأنا ماشي في شباك مثل هيك فوق الشارع، يعني ما فيش متر ونص، كم جندي ضربني فيه وقعت على الأرض دايخ. قال لي قوم قوم روح من هون. قلت له ولك أنا غادر أقوم. قال لي بدك تموت؟ كم ضربت صورتي عاد صورتي خلاص روحي. ما يكفيهم كمان اللي اخذوه، كفيهم مش اللي اخذوه كمان لحقين اللي هون. العمر؟ العمر 72 سنة. والأصل قلت لي من وين؟ من المسكة ضعيفة. خير في شيء؟ احنا انتهينا لما واحد عمره 72 سنة انتهى، بس سلامة الشباب هاي اللي بتطلع بدها ترد تعمره غصبا عن اللي يرضى عن اللي يقول لا برادة الله. والله العظيم والله العظيم بيتنا ما صار بيت، عارفين عن أبوها من حياة. خلص يا ربنا انت استلمتنا، العرب كلها مش هفعدة تدفع بصورة. أنا اسمي نبيل فياض درويش صبيحات، قعدت في السجن حوالي 15 سنة ونص و15 يوم تقدر تقول. روحت من السجن قبل قريب 3 سنين ونص، قررت إنه أبدأ حياة من جديد وأبني بيت لنفسي وأخلف أولاد. أنا بحلم إنه أولادي وراي يكون عندهم أمل، يكون عندهم طموح، مش إنه أولادي يصيروا بدهم يحاربوا مشان أنا خلقت في الاحتلال. أنا خلقت في الاحتلال وأولادي كمان يخلقوا في الاحتلال ويموتوا في الاحتلال. بدنا ينتهي الاحتلال هذا، نخلص من هالموضوع هذا. بضلوا يقولوا إحنا ما فيش عنا ديمقراطية ورجعيين ومتخلفين ومش بشر. طب يا أخي خلونا نصير بني آدمين، بس خلونا بدولتنا مش تحت أمركم وقت ما بدكم أنتوا. تخلونا نتنفس وقت ما بدكم، ما تخلوناش نتنفس وقت ما بدكم، بتسكروا علينا المي. هذا الحكي مش معقول. وهي اللي بنيناها من بعد ما روحنا من السجن، هاي اجوا هدموا لنا اياها، حطموا كل الاحلام وكل الامال وكل الطموحات اللي الانسان بقى يخطط لها ويبني لها. ايش بدك تسوي؟ يا ريت يعني مناي اني ارجع البيت.
تعب 45 سنة يضيع بخمس دقائق. جرافي ما خبطته خمس دقائق ما طلعش إلا لأنه أول شيء حرك لي يعني. حرك لي الطابق الثالث مش طابق مسكوب بكازينكم ربي فيه عصافير كنار. حتى الكنار اللي بيقولوا جنان اللي هم بيقولوا الرفق بالحيوان حرك لي إياه الرفق بالحيوان. لو هسه الإيطالي بيقول لك الرفق بالحيوان حمام ينطخ ولا كلب ولا أسد يصيدوا ياخذوا جلده بيتعاطفوا معاه أشطر مني. بس ليه؟ ليه؟ لأنه لكن ظلوا أنظمة عربية متخاذلة مش متعاطفة معانا إلا على الورق. بس على الورق بقول لك أنا عربي كذاب مش عربي. أبوه بوش وأمه هاي ما ناقل دماير ماتت فشر ولا تكون أمه قد دماير. أمه هاي لأوربايت بس بكت تيجي تشمرنه عن فخذتها وخلص ينسى القضية وينسى كل شيء. الله لا يشبعهم لا جنسيا ولا ماديا. زعلان سعيد كل يوم بيجي على المقبرة عشان صاحبه زيه طخوه. كليبها مش هيك سعيد لفوق لفوق. وين أبوك؟ الجنة. يعني أنا من أول موعد من أول موعد من بلش عمره 7 سنين جند إسرائيل وفوجي معتقلات سجون عملية اختراقات لإلنا اسقاطات لإلنا دشرين كل العالم واشتغل فينا لحالنا قاعدين يعني إذا ما يشوفون مغاس غير يشتغلوا فينا بعدين اليوم تطور العالم يطلع القمار السيسي يعملوا مستعمرات فوق ويعملوا احتلال جديد فوق. احتلال الوحيد ضايف العالم إحنا يا جماعة الخير. فيش احتلال في غيرنا احتلال في شيء. احنا اللي 13,000 عايشين نص كيلومتر مربع مستوطنة 10 كيلومتر مربع عايش فيها 1000 واحد صح. احنا برضو عندنا ارض اكثر منهم فمفروض يعيد يعني العالم حتى لا مش العالم لا امريكا تعيد تقسيم المنطقة من اول جديد وياخذون كمان 3-4 كيلو يعني الخط الاخضر هذا قربوه شوي صغير تلانا عشان توسع امي. احنا فعلا شعب ارهابي مقدرش نعمل اللي عايشين فيها. احنا نعمة الحصار، نعمة التجويع، نعمة الذلال، نعمة التركيع، نعمة غسيل الدماغ بغسلونا إياه قاعدين يوصلون لمرحلة نصير حيوانات ما نطالبش. الحيوان تحطه بزريبة أنت شو بدك تقدم له تقدم له ما بقدرش يحكي الحيوان ممكن حتى الحيوان يقدر يمعي يعني ولا عو الكلب بده ياكل بس إحنا بدهم يوصلوا لمرحلة حتى ما نعويش. إحنا مجرد قرار بسيط جدا على مستوى مراقبين دوليين بتوسل توسل لإسرائيل تيوافقوا لسه لجنة قص الحقائق لسه جزء جديد بعديها بتوسل توسل. هذا الإرهاب مش إسرائيل الإرهابي العالم الإرهابي. في يوم 14 الساعة 2 صباحا أيضا قصف المستشفى بواسطة الدبابات الإسرائيلية 11 قذيفة دمر الغازات الطبية ومواسير المي والمجاري والغرفة مرضى وغرفة سكن للأطباء والتمريض. أصيب كل الجناح الغربي بأضرار متفاوتة وكان هناك هلع شديد لأنه كان في اختلاط للأكسجين والغاز الطبيعي عندما دمرت هذه الأنابيب وكنا نخشى من انفجار كارثي ليس فقط يقلع المستشفى من جذوره وإنما المستشفى وما حوله من مساكن ومباني. طبعا اتصل بالصليب والصليب بالإسرائيليين ولكن لا حياة لمن تبال وقطعت الكهرباء تماما حتى من المحول تبعنا ولم نستطيع الذهاب إلى المحول لشدة القصف. كان القصف على أشد ما فيش الطيارات فوقنا كل 3 دقائق تعدها فيش دقيقتين 3 صاروخ طبعا جوا الهدير والمدير والقنابل والتحطيم كان وبتشوف النار مولعة قدام عينيك. الإطفائية مش سامحين لها تدخل والإطفائية تتصل فيها يا عمي شوف الارتباط لأنه كان الارتباط قريب علينا ومعنا اتصالهم فيش عندهم تليفونات نحكي معاهم يقول ممنوع دخول المخيم سيارات إسعاف ممنوع بلاش يصير معكم زي اللي صار مع خليل سليمان. شفطوا قذيفة احترقت السيارة واحترق هو تماما وتفحم حتى أصبح وزنه
لا يزيد عن 10 كيلوغرام. كل إشي كانت تحرك البس إذا كانت تحرك في الشارع كانت تخوه. إيش أطفال 12 سنة، طفل 12 سنة شو حامل أربي جيب 12 سنة؟ يا دوب يحمل حاله، مو من الرعب اللي عايش فيه، يا دوب يحمل حاله، يا دوب يقدر يمشي. طفل 12 سنة صفوه كناصهم على إيش؟ مرة اختيار على إيش؟ شاب يطلعونه في الدبابة على إيش؟ شاب بيكون رافع إيديه وماشيهم عشرة يطلعونه في دبابات. متخلفين عقليا استشهدوا عنا، معاقيا استشهدوا عنا، أطفال استشهدوا عنا، نساء استشهدوا عنا. عايش مضلش غير إنه هو زي ما حكوها شباب، مضلش غير يستعملوا النووي معنا بس، أو طبعاً برشوا في مبيدات هدول الطيارات الزراعية. بلزمش بلزمش كله بلزمش. بعدين مش فاهم كيف أنا يعني قدر سخيف جداً، قدرنا سخيف جداً اللي رمانا مع ناس زي هيك. حقيقة قسماً بالله كان عندك قابلين نعيش معهم، نعيش عايش معهم عادي جداً، نعيش بسلام. احنا كفلسطينيين وبحكي معظم الشباب اللي بنسلني انه حملنا سلاح بس ندافع عن السلام، عن حريتنا وحريتهم حتى كمان، لانه عندهم ناس ما بدهمش سلام، بدهمش حريه، بدهمش شعوب تعيش هذه. الحقيقه انه في الانتفاضه الاولى كانت معظم الاشتباكات اللي تصير مع القوات الاسرائيليه باب بيتنا، يعني بيتنا في منطقه وادي عز الدين، وكانت كل الاشتباكات اللي في جنين تتمحور حول بيتنا. والحمد لله رب العالمين، الله عني وأسعفت أعداد كبيرة جدا من الجرحى اللي هناك، لأن أنا الدكتور الوحيد في الجبل. أنا كنت في البيت وشايفين إطلاق النار من الطيارة، لكن لم نكن نعرف إنه هذا إطلاق النار على ابني. لكن بعد ما توقف إطلاق النار بدأ الجيران بالصياح ويقولوا عميد استشهد، عميد استشهد. كأب شعرت إني أنا اللي بكيت أقدر أساعد، اللي بقدر أساعد وكنت أساعد. وقفت عاجز أمام ابني اللي قاعد بنزف ولا روحه قاعد بتطلع. ولا أستطيع أعمل شيء. وهي أصعب لحظات الحياة، أن ابنك بحاجة لمساعدة وأنت لا تستطيع أعمل شيء. مش هذا الإنسان بيموت بين يديك وبترجى فيه قاعد، مش غادي تعمل له إشي. شو بدك أصعب منك إشي؟ أول يوم جابوا لنا شباب، جابوا شاب اسمه منير وشاحي، طفل طفل زي الشمعة، رصاصة فاتت من صدره طالعة من ظهره، إسعاف ما في شيء، أدوية ما في شيء. حتى اتصلت مع دكتور لسهل عليه ما قصرش معي، يعني طلبنا إسعاف كذا مرة، طلبنا الصليب كذا مرة، رجعوا لنا الشاب قاعد بموت بين يدينا، بموت قاعد. صرت احكي الدكتور مع الدكتور على التليفون، احكي له شو اسوي له يعني. كل بقول شو بده هذا، بده بده تاخذه على مستشفى انت، تكتبوا مستشفى هذا. طب انا بتحرك متر قاعد انطخ، شو عم بنطيني ايش اعمل له اياه؟ ما فيش غير بس ضمده وتربطه بس وتقرا قران فوق راسه، غير هيك استشهد بين يدينا. شاب ثاني جيبوا لنا اياه مصاب بركبته، طفل قسم بالله اطفال، ما بحكي لك عن شباب بالغين، كلهم اطفال. بركبته خزقت له زور بصباعي تتنفس، صباعي انا صباعي هذا بصير خزقت نار زوره. شبتات ايده مقطوعه، شبه مقطوعه يعني، مش مقطوعه شبه مقطوعه فالتي. شو نعمل له؟ هاي ارهابيتنا، شايف كيف احنا ارهابيين؟ شو بدك اصعب منك شيء؟ الجوع؟ لا شو الجوع، مش مشكله، ما احنا بنصوم شهر رمضان كامل، مش شو الجوع. دخان؟ مش مشكله، بسجون ياما حرموا من الدخان عاديه. بس لما طفل مش شاب
مش شبعان من حياته، ما شافش شيء لسه. يقعد بنازع بين يديك ويستشهد بين يديك، شو بدك احلى من هيك صوره؟ شو بدك احلى من هيك موقف؟ هذا اللي كان يهزنا. كان صواريخ رب عز وجل، صواريخ توقع بين قلب الغرفه، توقع الصواريخ ما تنفجرش فينا. من الله مش منهم يعني. شو بدك احسن من هيك؟ دبابه 80 طن تطلع من بني ادم، شوف محل المنبر. اللي حلو كان في عنا شوارع مخيم فيها حفر مش حفر، فسدونا الشوارع هم يعني، فسدونا بأجسادنا بأجساد شهدائنا، سكروا هالجوار الموجود في أجسادنا الحمد لله رب العالمين يعني، وفروا على البلدية عندنا كثير شغلات، ترقيع الشوارع هذه. شو بدك أحسن من هيك؟ شو بدك أحسن من هيك؟ يطلب من مرة تتعرى، ارفع مخوف الأحزمة خايف من الحزام كلها، ارفع الفستان تبعك. شو بدك أحسن من هيك؟ شو بدك أحسن من هيك؟ يشلحونا نترجى فيهم، بس خلنا في الكيلوت خلونا فيه ما يردوش، نزل الكيلوت تبعك. شو بدك أحسن منك؟ مصاب، مصاب مشلول كامل، توقفوا غصب عنك، لازم توقفوا قدامهم وتشلحوا كامل عشان يستأكد إنه مش مفخخ. أنا راح أحكي إشي بس مش إشي عن الأمل والهاد، بحكي للشعب الإسرائيلي، سنعيش صقورا شامخين ونموت أسودا واقفين، وهاي كل واحد إسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. قلت أن أنفذ بريش، أنا أنزل لتحت، نزلت لتحت، الله رحم نلكيت الدبابات وين المحفرات قاعدات بهدن بعض الحين، بكوا حاركين وقاعدين بهدوا هد، وذيك الدار بكوا عاملينها محكمة يعني، نادوا على الواحد اللي بدهم يصفوه بصفوه واللي بدهم يخلوه بخلوه، الله رحمني منهم يعني، ظليتني نازل عند القاوة، لقيت أواعي مشلحينها للشباب. واعي بس انا ما فكرش اواعي، راحت عن بالي من ضرب الصواريخ اني بفكر واحد فاتح محل رابش هون، بقول طيب محل الرابش انا وفاتحه هذا، راحت عن بالي انهم بشلحوا واعي، ما ظليتني واقف ورافع الرايه. اجاني واحد بدوي من دبابه مع احترامي للبدو، قال لي خليك واقف عندك ورافع ايديك، حكى مع الدبابه، رجعت مضرعه علي، طلع منها شبل صغير، ولد صغير، لا بقول لي اشلح كل واعيك، شلحت واعيي ورديت البسنت، قال لي ليش تلبس؟ بالعبري يشلخ مخنسايم وسطرة وكل شيء. قلت له انا بمشيش، انا زلمه كبير بمشيش هذا المشي، بست ما رديتش عليه يعني، انا بدك تني بشلح لا تحتون ولا شيء، اطلع بالشارع امشي. في ناس شلحوها وراي بلا كلسون قدام خواتها وبناتها، اولاد صغار ربطوها دروع بشريه، اولاد اخذوها معاه تبحش لهم الدور تهد، اذا ما هديتش خلال دقيقتين اعير لك، اقول لك خلال دقيقتين اذا ما هديتش دور تفتح لنا طاقات من كوسك، وها يصير يلهث ويضرب بالمهد، ما يلحق بده يفتح، بده ينفذ بريشه، ويا ريت ينفذ بريشه، لا اما كوسه لا اما دق راسه بالحيط. لا يوجد اي انسان في الدنيا بيعمل اللي عملوه، يطول الاواني الطبيخ يقعدوا يعملوا فيها البول والغائط وشغلات زي هيك، علما انه في البيت اللي انا بانيه عندي 4 حمامات فيه، وقبل لا نخرج من البيت قبل الاجتياح بليله كنت معبي خزانات ميه 4 مية، يعني بقدر يستعمل الميه ويستعمل النظافه في البيت ويخليه زي ما هو، ليه يروح يستعمل اواني الطبيخ مشان يخرج فيها؟ وين العلم؟ وين الانسانيه؟ وين الجيش اللي بيقولوا عنه لا يخاف؟ قدام واحد قدامي انه هو هذا هسه مش مبين المعاق حركيا وعقليا، انا وياك قعدنا بالدار لحالنا يعني، ما شفنا الا الجرافه مش بترفع كف، هاي جرافه الجيش وما كان لك الا ثاني طابق بس توقف بتفكر دار شبابيك ومهندسي وكل شيء، بس تمشي بتجرف زي موج البحر قدامها يعني، بتاكل الاخضر واليابس، جرفته للزلمه لانه معاق سحبته بيده ما قدرتش، جرفوا معاه واخذوا، انا نطيت عبوز الجرافه حيال 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 اللي حاطط لي الطاسه على راسه وهذول هيك، وشو بده يسمع؟ وزنها 80 طن، شو بده يسمع؟
أنا بشتغل حارس ببلدية جنين بالليل، هسه بالنهار قلت أدبر لي شغلي أعيش من وراها، صرت متجوز 3 نسوان والحمد لله الله ما انطنيش لا ولد ولا بنت. كل كرشي بالبلدية جنين وبلدية اليمون كل كرشي رايح للدكاترة، كل كرشي رايح للدكاترة، وتا الله ينطيني خلقة ولد ولا بنت الحمد لله ما انطنيش. أجو أطلعون من الدار وطلع فوق، أنا عامل جرور سحري جوية الجرور، سكر الشبابيك وسكر الباب وحط إحرام على الباب، مخلوع الباب وسحب الأقسام ورفع الأمان وسحب الأقسام. قال لي بتسكت؟ قلت له بسكت بس بدي أطلع شخ، بدي أطلع أسير، أنا مش بدي أطلع أسير، أنا بدي أطلع أشوف المصريات أكيم المصريات صفرنت على الدرجات. قلت له عمي مصرياتي. قال لي مايش الضابط. قلت له مصرياتي كيس الشلي. قال لي بتسكت ولا أحرق دينك؟ دمروني، أخذوا مني 25 ذهبي 10 عمر سركة منافك بالدار، 25 ذهبي و5000 دينار و4500 شيكل بكيت أشتغل باليمون بالنهار، أخذت هن أتعابي. أنا وليت في الدار هاي، هاي غرفة أنا هاي غرفة وليت فيها، هاي بيت مثل هيك هذا منين بدك تجيبها؟ يعني ضياع أكثر من ضياع المادي، صار ضياع المعنوي وضياع الأسرة. أنا مو بجيبوا الحجر هذا ببنيه هون، كان في سرير توفى عليه وأنا بتذكر كان عمري 5 سنين، كل حجر جابه من بلد، جذور حامض ليمون. هاي الشجرة هون كان في شجرة تين عمرها 52 سنة يعني، وهي في التين هاي برضه عندك، هاي التين هاي اللي هون كان في هناك زيتونة برضه، هناك في زيتونتين، وكان في برضه هون هي هون أهل الحارة عندنا أول ما فقدوا النخلة هاي. صعب يا عمي يكلمونا من أرضنا، صعب إنهم يغيروا أي معلم من معالمنا مهما عملوا. هيا بابا، هيا البيت تبعنا هذا، هيا يا حبيبي يلا بنروح خلص حبيبي. ما اجى سائل الاحتلال 67 انا بك عمري 9 سنين، 9 سنين بك عمري، ما شفتش يوم واحد حلو، يوم واحد، هاي انا عمري 44 سنه يوم واحد حلو ما شفتش، كل شيء بكون يدخلوا فيه يدخلوا بحياتنا، حتى رخصة سيارة كنت أحلم وأنا عمري 17 18 سنة 19 سنة كنت أحلم يكون معي رخصة سيارة، كان للمخابرات دور وكانوا مانعيني أخذ رخصة سيارة. الاحتلال مش بس إنه الجيش موجود عندنا، الاحتلال اضطهاد وقهر، بتدخلوا في كل في, في, في نفسنا، بتدخلوا في كل شيء، فهذا الحكي هذا مش معقول يعني، هذا الحكي ما بنطاق. إحنا يا عمي بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بسلام، زهقنا خلاص، بكفي قتل، بكفي ذبح، بكفي. بس برضو يعني احنا برضو مش يعني، حتى الكلب بدعس برك عليه مرتين ثلاثة بعضك، احنا مش كلاب، احنا بني ادمين، دعسوا علينا بدل المرة 10 مرات قمنا وبدنا نحارب. اذا بدهمش هم يتنازلوا ويصير دولتين لشعبين، احنا بدنا ننتزع حقنا بالقوة. اللي عملوه في المخيم بثبت انهم هم بيتعاملوش كبني ادمين، يعني تصرفهم هذا مش معقول. انا في المخيم ما خلوش مباني واقفه، حراث حرثوه على اهله، على الناس، على السكان، على الاختياريه، على الاطفال. ما عرفت انه بدي اموت، قمت مش وأنا ماشي الشارع اللي أنا ماشي فيه، شول الدور مهدمة، ما فيش إشي اللي فوق الحديد أمشي فوق، مش عارف وين بدي أروح. في 48 برضو ذكر العذاب هذا نفسه، بس مثل هيك ما صار. شو جنينا بحياتنا؟ بنينا دار، خلفنا أولاد، كله راح بساعة. خلي بوش يرضى
صديقه السفاح المجرم. السفاح المجرم أبو صبرة وشتيلة، هاي الضمير العالمي هيك سكروا دنيهم. يوم إنه بنجرح يهودي ولا هذا بوش بصير عيط هناك في أمريكا، بصير عيط في انتو ذبحتوا اليهود. أما 100 مليون عربي ينذبح معلش، هذول ما لهمش حساب. هاي الدنيا هيك، في الشعب في العالم عملوا اليهود يهدموا الدور والبيوت على الأطفال. واحد بضرب حجر يجيبوا له طيارة ومدفعية F-16 ودبابات، وين هاي صارت؟ والعالم مسكر دينه ما بسمعش، وين هذا الظلم؟ الناس بدون رحمة بدون إنسانية، مش لأنه عدو ولا لأنه في صراع بينه وبينه. بالأمان للتاريخ اليهود ثبتوا بدون رحمة، مش إنسان، مش فيش عندهم إنسانية. هدول صنع بشر مش صنع ربنا، هدول إسرائيلية مش صنع ربنا نهائيا. أنا ما بعرفش ممكن يكون إلحاد هذا الحكي، بس الإسرائيليين مش صنع ربنا نهائيا. ممكن يكون هم عرفوا الاستنساخ قبل فترة طويلة زمان ومش دارين. الله أعلم إنه عرفوا الاستنساخ يمكن من الأربعينات ومن الثلاثينات. يعني لما عرفت إنه شارون أجا على المخيم من كثر ما انكهرت صرت أعيط، لأني يعني كان نفسي شو أجرم فيه زي ما حكوها، أجرم فيه بالمعنى الصحيح، أفش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له أنت لشارون؟ آه بقدر له، ليش لا؟ ما هو أكبر منك، بدك تقدري له؟ أنا أكبر منه بإرادتي، بقدر عليه بإرادتي، بقدر عليه إني بدي أدافع عن وطني، بقدر عليه إنه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفة، يعني معرفة معرفة، بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة، بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدمه أو يتضرر منه يعني. معكم 1,000,000 دينار شو بتسوي؟ أنا بتبرع فيهم حتى يسعف الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم، وأنا نفسها بننتوهم يعني بننتوه للوكالة عشان يتبرعوا للناس ويأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم ويرجع المخيم من أول جديد، عشان ما ينتهيش المخيم يرجع أحلى من مكان، عشان يشتروا دم. ولو كان معي أنا دم كنت كبير يعني دم قوي بتبرع لهم للجرح دم. دمك قوي طبعاً، دمك قوي. إيش بيجي دم أنا؟ دم؟ إيش بيجي دم؟ في دم بس مش كتير يعني. في ناس فيهم كتير أما أنا لا. فتنا جثة في الطابق الثالث، الدار نصها مهدود الدرج طاير. على الجثة الثانية طبعاً أنا بدي أوثق كل إشي. الجيش الجندي مسك الكاميرا من إيدنا، كاميرا الفيديو أخذها. اللي حرك كلبه أبو جندل لما جابوه وربطوه لما ما ربطوه قاموا أجوا طخوهن. اطلع على الجثة اللي هي جثة الأخ أبو جندل قائد معركة المخيم، قاعد زي قاعد فوق الركام، مقاعدين وفوق الركام، طلقة هون في جاي في الفك والطلقة الثانية في صباح.
فقلت لهم انا عارف ليش بطل ما رضيتوا تدخلون اصور، لانه هذا اعدام تاعي تبع الصليب، هذا الزلمه قاعد فوق الركام، لا عليه سراره لا عليه غبره، واحد كان ماشي، لنفترض انه كان ماشي الزلمه او شارد بيوقع وقوع، بس بيقعدش يقعد على راس تله هالركام اللي محطوط. اتفقت انا وياه، طبعا هم قالوا احنا جيش الدفاع بيعدمش، قلت لهم ابتعدوا الانبياء، قالوا هاي الجثث الموجوده، قلت لهم نعم، قال لي هاي الموجود في غيره يعني، قلت له اه هاي المنطقه انا بدي افوت، قال لي ممنوع، قلت له شفت اقول لك طخ، بدك الطخ طخ، الريحه شاممها من هون وانا واقف برا شاممها من هون، قال لي هاي المنطقه غير مطهره وممنوع تفوتها انت والصليب، قلت له الصليب انا فايت، فايت معي، قال لي فايت معك، واللي بدهم اياه يسووه. خلال دائره قطرها 30 متر بس وجدنا 10 شهداء في المنطقة الغير مطهرة، أما المنطقة المطهرة مشينا من هون للساحة 350 متر لقينا بس ثلاث، إذن مطهرة من إيه؟ من الجثث، مطهرة من الجثث. وأنا راجع رجعت نفس الطريق اللي مشيت اللي مشوني إياها هم أول يوم، وإحنا وياهم بندور على جثث، إيه ولا هي جثة مفرومة فرم، شو ضايل منه؟ أصابع رجليه وشوية جلد. الله أكبر، يوم 15 هاي ما كانت هون، طب اليوم 17 وجلد طري جديد مش متعفن، ترى ما يعدماتكم طخو، قال له ارفع عليك طخو، طخو هون بالساحة عكم ما طخو، اجوا شباب من اللي بكم معتكلينهم اليهود، اجوا حملوه بدهم تودوا على المستشفى، كام اجوا اليهود قالوا له حطوا هون وحطوا رموية، صارت الدبابة عقول الله شهيد يا ناس الحلال، الدبابة تروح وترجع عنه تاعت جثته بالطرب. إسرائيل اللي خسرت مش الشعب الفلسطيني، الدمار بتصلح، الشباب بنخلف بدالهم عادي جدا، يعني أنا كنت مستكفي ثلاثة، هسه بدي تفكر مرة تجيب كمان اثنين، دور عادي بشرف الأمانة، مرته ماتت بتجوز بدالها، سير تعويض، إحنا أي شيء صار عنا سير تعويضه، بس كيف بده يعوضوا هم الفترة اللي إحنا كنا رايقين ومتقبلين في عيش معهم، كيف بده يرجعوها هي؟ كيف بده يرجعوها هي؟ فيش إمكانية. أنا كان عندي قابلية أعيش مع أي إنسان يهودي عادي جدا، وأتمنى له مش أتمنى له الخير، يعني أقبل اللي بحبه لأولادي يحبوا لأولادهم، بس هسا كيف بده يرجعوا لنا هذا الحكي؟ هذا مش كأنا بحكي، كالناس كلياتها، كيف بترجع لهم هذا؟ هم اللي خسروا، بس إحنا حقد هسا الحقد نتولد والضغينة، وكيف ترجعوا هذول؟ كيف بدكم يكونوا مقلوبنا ثاني مرة؟ بحسبوهاش صح، بتعرفوش يحسبوا هذول. يعني أنا لما أقاتل عدو وإشي بكون قلبي قاسي؟ لا، أنا بدي أدافع عن وطني، بدي أدافع عن مخيمي، بعدين يعني إحنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا إذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس أنا مش راح أعمل سلام، صحيح أنا طيبة ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم أجوا على أرضنا، إحنا بندافع عن أرضنا، أنت لما يسلم نفرض سلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك و وتسوي عنه، وإحنا كمان هاي أرضنا زي كأنها ابنة، إمنا كل إشي عنا.
بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا نجيب أطفال وننجب يعني رجال أقوى من اللي راحوا وأشجع من اللي راحوا. كنت حامل أنا بشهر مخلصه، هسا لما عاد إحنا خفنا من المي والكزاز لما صار يهيل علينا وولاد صغار وإشي، حبيت أطلع برا يعني أشرد من الدار لجل يعني إني أتضرر أنا وولادي. طلعت مشيت يعني شوية من فتحت باب الدار ومشيت بدي أطلع عن دار سلفة، كام قناص على الجبل على الجابريات ضربني بإجري الثنتين، ما وعيت حالي إلا أنا كاسح على الأرض وأصيح أصيح أكلهم انطخيت إجري بوجعني إجري إجري كسحت بالموت غدر سلف إسلافي جروني لجوة يعني فوتوني لجوة فوتوني لجوة جر وهم خايفين من اليهود يطخوا عليهم، ما وعيت حالي إلا بمستشفى جنين. قالوا لي لازم نعمل لك عملية قيصرية، والحمد لله ثاني يوم عملوا لي عملية والحمد لله رب العالمين، جبت الولد الحمد لله مليح الحمد لله وبصحة جيدة. قعدت أنا 10 أيام وأنا ما أشوفش لا جوزي ولا أهلي ولا أولاد ولا أيات حدا وأنا أعيط يعني، وابني بحضن ما أعرفش أدبره. أنا ما أعرفش أدبره من مرة. تسمحوا لهم يجوا علي وشوفوني أنا وابني اللي خلفته. يعني هم خسروا حقيقة، حقيقة أطفال. أنا عندي طفل كبير عندي 8 سنين ونص، بطل خاف من الطيارة، إنجاز بالنسبة لي هذا. أنا ابني بخافش من الطيارة، ابني صارع في رصاص 500 ورصاص 800 ويعرف قذيفة الدباب ويعرف M16 ويعرف M16 الطويل وM16 القصير والكلاشين، صارع في الناتو وصارع في شغلات كثيرة. ابني صارت ما يعرف شغلات كثيرة. كنا متوقعين احنا خايفين من اولادنا من قال لي يصير عندهم معقد نفسية، لا فيش عندهم معقد نفسية. براهنك امسك اي طفل واسأله بموضوع مش الاجتياح كلياته بجوابك كل ثقة بدون خوف. بخافش من ناس زيهم، هذول الجبنة بخافش منهم زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا إحنا يعني مدنيين، بس هم إرادتهم ضعيفة خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. إحنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. أسلحتهم نزلت علينا زي المي لأنها نزلت من إيدين فاشلة، نزلت من إيدين خايفة من إيدين مرخية. يجوا بس يشوفوا على المخيم، خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. يسلموا اسرائيل على القدس على كل اشي لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان.
لما يعني بعد اللي شفته أي حياة بدي أعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي أي حياة بدي أعيشها، ما فيش حياة. كانت تخ النسوان هذا حكي مو بقدرش ينكروا اصلا، هم نفسهم ما بقدرش ينكروا، ما بقدر ينكروا يعني، لانهم فعلا ما بقدرش ينكروا حكي، لانهم فعلا هذا حكي صار. فبلشت العالم تطلع لانه فعلا ضيق كثير يعني، ستحكي عن جرافات 80 طن بتحط البوكيت تبعها بالدار وتروح الدار، فيش مجال. لسه الناس مش حاسه بالصدمه، بتهيئ لهم انهم الشهداء عندنا قلال، بس لا يروحوا يدوروا، يروح يدور تحت الأنقاض وشوف كيف في الشهداء، شوف كيف الناس المزقة، شوف كيف الناس المحروقة حالك. صمود مخيمنا ممكن سجل أسطورة صحيحة، بس مش بسلاح، قسم بالله ما هو بسلاح. ربنا كان يقاتل معنا، ملائكة كانت تقاتل معنا، بعزيمتنا بإيماننا بالله صمودنا كان. انت هيك معادلة بسيطة، كلاشين ولا مسدس، شو بدي أعمل أقبال الأباتش تبعتهم ولا أقبال الدبابة؟ هم لو جابوا الجرافات لحالها بكفوا أصلا، تحتاجوش الضخامة هاي والتهويل اللي جابونا إياه على أساس إنه يزرعوا الرعب. بس سبحان الله القدر عجيب، طلعت الناس أقوى من أول. هاي أخرى مرة أنا مش رامية حتى كانت الدولة الفلسطينية تبعتي وعاصمة القدس بقيادة أي شبل. إحنا مش رح نتحرك من هون، بنموت ببيوتنا، بنموت ببرضنا، بنموت، بنطلعش. ينسوا موضوع انه نطلع، بس في نهاية الامر بدك كل هالكلمة. احنا هون تتكوم لكيامة، هون تتكوم لكيامة. سجلنا اسطورة بس بإيماننا مش بسلاحنا، قسما بالله بصدق بحكي لك اياها، بولادي الاسطورة سجلناها بإيماننا وبثباتنا، بنسواننا كانوا وقفات معنا، بأطفالنا الموجودين، أطفالي حوالي. طب اذا ابني حوالي موجود وين بدي اروح انا يعني؟ المخيم عبارة عن شجرة، شجرة طويلة طويلة شامخة، كلها عبارة عن أوراق، كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد، اسم مقاوم. بدي أحكي لهم اليهود صحيح فاتوا خلعوا جذوع منها، لكن خلقت جذوع غيرها، ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة. كان يعلمنا مش وجود الإسرائيليين وطياراتهم ومدبباتهم، كان يعلمنا إنه الإنسان بموت قدام درجة تعمل له حاجة، طفل بعيد عن أمه تلاقيه هيك بزقم زقاق المخيم، مش عارف عن أمه وين رايح وين جاي. طب تحطه معك، ما فيش مجال تحطه معك. كان يعلمنا انه نسال شباب، حد داري فينا، حد سائل فينا، عالم متحرك حوالينا، حد بيطالب بينا، فيش شيء، ما حدا. نسال عن دولنا العربيه الكبيره، كان كل املنا قد ما احنا غبيين، اخر ما يعني قبلنا فيه احنا
بنتمنى من الأردن من مصر بس تدو السفير تبعهم بس شوف حلمنا هاكل حلمنا كان شغلة تافهة وملاش معنى يمكن تكون هي شغلة إنه بكرة الجمعة شو رأيكم في ممكن يصير مسيرات ضخمة في الوطن العربي ممكن تغير ممكن تحرك طب يا جماعة الخير مضلش مجال للأكل ولا شرب ولا نصبر بمش مو بكرة بعد بكرة جاي الجمعة ممكن يصير مسيرات وتكون العالم وكل الدنيا تكون مشاننا وينسحبوا يجي الجمعة ويجي السبت يجي الجمعة ويجي السبت الضغط يزيد علينا أيها العرب أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم هنا أطفال فلسطين يصرخون ويقولون وعربة وعربة معذرة أيها الإخوة أريد أن أتكلم مع بوش دقيقة واحدة لا هل هو مستر بوش بدي احكي مع السيد كوفي عنان في مجال الو كوفي عنان كيف حالك اطلع هون انت ليش يا اخي لغيت الا جنيهر بدك تيجي على جنين عندنا هون اسرائيل بدها هيك طب احكي مع امريكا مع بوش يا اخي ممكن يحل الوضع يا اسرائيل مش راضي تخليه يجي هون هذا الحكي بصيرش يعني هذا الحكي ما حدا موافق عليه حتى جامعة الدول العربية يعني الشعب هذا يا أخوي بستنظر فيك طلع مش لاقي طيارة تيجي فيها هون بنودي لك طيارة مصطوبة إذا بدك هذا الشعب ما عندوش يا أخي ما عندوش الشعب لا يملك أن يشتري طيارة بنودي لك طيارة مصطوبة بتدبر حالك فيها في الشيء يبنو ودي لك جحش عرج يا أخي شو رأيك عرفات بعرضش عرفات هو محبوس برام الله يا زلمة الدول العربية بتمانعش هي خلص الكرت يا اخوان